صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام، معاكم كابتن ندى. النهارده هنعمل استرتشات. الاسترتشات عندنا نوعين، اول حاجه دايناميك وستاتيك. طبعا كل واحد فيهم بيختلف عن التاني. الدايناميك بنشتغله قبل التمرين، وده لازم نعمله عشان نهيئ جسمنا لاي حركه. الاستاتيك بنعمله بعد التمرين. هنبدا بالدايناميك الاول. اول ما بخش التمرين اول حاجه بعملها بدايه التسخين بتاعي، بنبدا من فوق لتحت او من تحت لفوق. سي هشتغل اول حاجه برقبتي 1 2 3 4 5 6 7 8 والثانيه 1 2 3 4 5 6 7 8 داون 1 2 3 4 5 6 7 8 اب 1 2 3 4 5 6 7 8 كده سخنا الرقبه كويس قوي. هنبدا بالدراع، كوعي على ورا، ايدي تلمس ظهري ورا. 1 2 3 4 5 6 7 8 ثانيه 1 2 3 4 5 6 7 8 هعمل سيركل 1 2 3 4 5 6 7 8 back 1 2 3 4 5 6 7 8 هاخد خطوه بتساعد حوضي، هشتغل تويست 1. اهم حاجه مش رجلي معايا 2 3 4 5 6 7 8 هاخد بوش على قدام 1 2 3 4 5 6 7 8 هقفل رجلي، هنزل بوش تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 هطلع فوق، هفتح خطوه 1 2 3 4 5 6 7 8 خطوه كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 ممكن اعمل هول بس دراعي فوق بيتحرك 1 2 3 4 5 6 7 8 جنب التاني 1 2 3 4 5 6 7 8 هفتح خطوه اكتر، هنزل بكوعي 1 2 3 4 5 6 7 8 هرجع تاني اقفل رجليا، هاخد خطوه قدام على الكعب 1 2 3 4 5 6 7 8 تانية 1 2 3 4 5 6 7 8 هقف، هاخد خطوة يمين وهاخد خطوة شمال وهكذا، هشتغل 8 و 8. ودي كانت تمارين ستريتش ستاتيك ودايناميك. احنا اشتغلنا الدايناميك بس، ودي بنعملها قبل التمرين. كان معاكم كابتن ندى، اشوفكم مره تانية.